موهبة أوتيت مزمارا من مزامير داود، المؤذن والقارئ الصغير بلال الدباغ، صوت عذب سخر لتلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان في مساجد مدينة الموصل. في بدايتي شاركت في مسابقة المؤذن الصغير والتي أقيمت في الفلوجة، والحمد لله بفضل الله حصلت على المرتبة الأولى هذه في الأذان. وبعدها أيضا شاركت في مسابقة تيرة تودي، أيضا كانت أذان، ولكن هذه أقيمت على مستوى العالم على 5 دول، والحمد لله حصلت على المرتبة الأولى من بين 700 متسابق. أما في هذه في الأذان، أما في التلاوة شاركت في التلاوة على مستوى العراق والتي أقامتها وزارة التربية، والحمد لله حصلت على المرتبة الأولى. وفضلا عن موهبته الصوتية الجميلة، يتمتع بلال بفصاحة وأدب أصبحت اليوم نادرة في أقرانه، وهو يتمنى أن يحقق أمنيتين، الأولى تتعلق بحفظ كتاب الله تعالى كاملا، والثانية بتسجيل ختمة بصوته. الحمد لله، يعني أنا هسه المقامات أعرفها مليح، ويعني أنا بالي كثير شغلات، ولكن هذه الأساس، يعني أول شيء أريد أعمله وأسجل الختمة وأحفظ القرآن. بدعم من الوالدين واهتمام وجهد من أساتذته ومحبيه، وصل بلال إلى هذا النضج الصوتي في تلاوة القرآن الكريم والأسلوب الإبداعي في الأذان. طبعا هذا دعم العائلة والأساتذة، دعم العائلة كان من الأخوة، الوالد كان مشجع والوالدة كانت تحفظني، وشيخ عبد الهادي مهندس عبد الهادي كان يجمعني. أما أستاذ عبد الله السليم فهو صاحب الفضل الكبير علي، لأنه هو المسؤول عني في النغم. وأما شيخ محمد خليل عساف أنا أتقدم بالشكر له، لأنه علمني على الأحكام وهو مسؤول عني في أحكام التلاوة. نموذج ناصع يقدمه بلال الذي لم يتجاوز بعد عامه 13، موهبة تستحق الرعاية في بلد أحوج ما يكون للمواهب والنماذج الجميلة التي تعبر عن أصالته.